ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا لفقرة طبية مرتبط دايما في ذهن اغلب الناس ان اللي بيعمل دايت او بيقرر ان هو يخس باي طريقه كانت انه لازم يكون في بعض الاثار اللي هتظهر عليه، زي مثلا بهتان بشره، احساس بالتعب، الخمول، ولو بنت هتلاقي شعرها شويه بقى بيقع بشكل ملحوظ. لكن هل فعلا الاعتقاد ده صحيح؟ ده اللي هنعرفه النهارده، واللي كمان هنعرف ازاي نخس بشكل صحي مع ضيفي اللي منورني ومشرفني، دكتور علاء الدين احمد، اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا شيف عظيمه. على فكره قبل ما نبتدي في الحلقه، انت عامله لنا على مستوى الشخصي مشكله. ليه يا فندم؟ بس ريحه الاكل مش طبيعيه وطعم الاكل من الناس اللي ورا الكاميرا. انا عارفه حضرتك صايم زي حالاتي، احنا بنتفرج بس النهارده على فكره. حتى بصوا المج فاضي ما فيهوش حاجه. لا القناه قلبت فعلا. يا رب يخليك كده. ريحه اكلك وعلى طعم اكلك بجد والله. الله يسعد قلبك. فهو اسم على مسمى فعلا. الله يسعد قلبك يا دكتور، ميرسي لحضرتك. الله يخليك كل ذوق. وطبعا خلينا احنا عاملين سلسله حلقات لو تفتكري. ايوه، وهنستكمل النهارده. وكنا لو تفتكري احنا نهينا الحلقه اللي فاتت بسؤال. ايوه، ايه هو تطورات علاج مرض زياده الوزن او السمنه؟ السمنه في الوقت الحالي. ايوه، التطورات ايه بقى؟ حضرتك هتكلمنا عنها دلوقتي. وخليني اخد من التطورات من اللي انت عملتيه في الفقره اللي فاتت. ايوه، سواء كان الرقاق او ام علي. ايوه، واشكرك على معلومه ام علي. الله يخليك يا دكتور، شكرا. ليه سمت ام علي؟ اشكرك. حضرتك من حوالي 20 سنه كان مرض السمنه مرض مش معروف. صحيح. تمام، وما كانش منتشر. وما كانش منتشر ليه؟ كان في اسباب مخليها هذا المرض مش منتشر. على سبيل المثال، واحنا بنتكلم قدام كاميرات وقدام تلفزيون، كان زمان التلفزيون عشان حضرتك تقومي تحولي من خلال القناه بتقومي تحولي. صحيح، ما كانش فيه ريموتات. ما كانش فيه ريموت. صحيح. تمام، كان التلفزيون يقفل الساعه 10 11 بالليل، فالناس مزبوط. بتنام بدري. مظبوط. تمام، كانت محلات الوجبات السريعه مش منتشره. لا، مش منتشره. كان ميعاد الاكل ده ميعاد مقدس، تلاقي الغدا الساعه 3، لما تحضير الاكل، الحاجات دي كلها كانت وجودها بيقول ان السمنه مش موجوده. صحيح. لما الحاجات دي انتشرت والرفاهيه زادت، السمنه ابتدت تزداد وتنتشر، وابتدى الاويرنس اللي هي التوعيه عن السمنه تزيد. صحيح. تمام، وابتدينا بقى، زمان كان يقول لك الفيميل، الست بتطرح 105 من وزنها من طولها، يبقى ده الوزن المثالي. بعد كده دخلنا في مؤشر الكتله، دخلنا بعد كده في التطور الاحدث اللي هو الانبادي، انك تقف على ميزان يديك مؤشر الكتله العضليه، بيديك مؤشر الدهون والميه. يعني عايز اقول ان كل حاجه بيختص بيها. مظبوط. وحضرتك اصبح ان السمنه هي مرض عنصر اساسي في جميع التخصصات. لو رحت لدكتور العظم اول حاجه بيقول لك لازم تخس، دكتور الانف واذن، دكتور النساء، ايا كانت التخصصات كلها بيقول لك لازم انت ننزل لازم في الوزن. تخس. مظبوط. من 15 سنه ابتدت الابحاث تشتغل. وابتدى ينزل ادويه بتعالج مرض زياده الوزن. أيوة. وكان اول هذه الادويه مادة اسمها السيبوترامين، ودي بتشتغل على مراكز الشبع في المخ. طبعا بنتكلم عن مادة علمية. ايوه فندم. بس اكتشفوا ان هذه المادة بتعمل ايه حضرتك؟ هي بتخسسك. هي مش بتخسسك، هي بتخليك ما بتاكلش. بس ليها اثار جانبية خطيرة مش طبيعية. طبعا. لدرجة ان الاف دي اي اللي هي منظمة وقفته. قالت لك ده ممنوع. صحيح. بيدخلك في كآبة، في اكتئاب. بيدخلك ساعات بتؤدي هذه الكآبه الى انك تنتحر، الانتحار. لا قدر الله. نبضات قلبك تزيد. أيوة. في خفقان في ضربات القلب. صحيح. ضغط الدم بتاعك بيزيد. فالدواء ده اتوقف. وعلى فكره الحاله اللي بعملها مع حضرتك النهارده دي من اهم الحلقات اللي ممكن انا وانت نعملها مع بعضينا. لان برغم ان الماده دي توقفت، بس نكتشف ان ساعات الماده دي بتخش بصوره مهربه. صحيح، من بره مصر، وتبقى اونلاين ومش مرخصه يا دكتور. مش مرخصه، مش مرخصة. والخطا وخطورتها غير عاديه. صحيح. فدي نداء لكل الساده المشاهدين. أيوة. لا، اول ما تلاقي الماده مكتوبه على السيبوترامين لازم ما تاخدهاش تماما. وعموما المفروض ما تاخدش ماده مهربه، المفروض تاخد ماده ليها موافقه وزاره الصحه، مرخصه ومضمونه وموجوده في الصيدليه. وعلى فكره ده في الاخر كله هينطبق على اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. ايوه فندم. ابتدى يحصل تطور شويه في موضوع علاج زياده الوزن. وابتدت شركات الدواء تشتغل على حاجه موضعيه. يعني حاجه جوه جسم الانسان، ما تشتغلش على المخ، مش حاجه مش حاجه مركزيه. فابتدت تنزل بعض المجموعات الدوائيه بتشتغل على انزيم اسمه انزيم اللايبيز. انزيم اللايبيز ده هو الانزيم ده، انزيم موجود في الجهاز الهضمي، موجود في المعده وفي الامعاء. الانزيم ده بيعمل ايه؟ بيكسر الدهون ويفتته، فبالتالي الدهون بتتحول لاحماض دهنيه، فبالتالي الجسم يمتصها. فنزلت بعض المجموعات الدوائيه قالت لك ايه؟ طب ما احنا نثبت عمل انزيم اللايبيز ده. يعني نوقف عمله. فايه اللي يحصل حضرتك لما تيجي تاكل وجبه دسمه فيها دهون؟ الدهون لا تمتص، فبالتالي تنزل
على هيئه براز. تمام. فبالتالي الجسم، ولكن المشكله هنا في مشكله كبيره واجهتنا. احنا عندنا بعض الفيتامينات والمعادن بنسموها ذوابه في الدهون. زي فيتامين اي واي ودي، وطبعا دي ده يعني من كالسيوم. اهمهم طبعا. تمام. الفيتامينات دي حضرتك، طب ما هي ما فيهوش الدهون اللي تذوب فيها، فاصبح عندنا مشكله بتواجهنا مع هذه الفيتامينات. صحيح. عندنا اصبحت مشكله بتواجهنا مع مرض القولون العصبي. وهذا المصطلح ده لا يستخدم للسن اكثر من 12 سنه. ايوه. فابتدينا تعاني من مشاكل كتير جدا. عندنا مشكله اللي هو بيسموه الاسهال الدهني. دي مشكله كبيره جدا. واضطرابات في المعده. فابتدينا نروح لحاجه تاني بقى. نبتدي نلجا للطبيعه. أيوة. حاجات الطبيعيه. الطبيعيه. وحتى في الطبيعه حصل تطور. ايوه. ابتدت اول نخش بالسيليوم والشوفان، واكتشفنا ان السيليوم والشوفان دي اللي هي بيسموها الياف ذوابه. فدي بتعمل ايه؟ بتسد الشهيه. بس انا مش عايز اشد الشهيه بس، انا عايز كمان احرق دهون. فابتدت الشركات تتطور، وكانت على راسهم باي ناتشرال لما ابتدت تنزل البيستا بالتطور. اخر تطور في حته الالياف. ان هي عملت ميكس. ايوه. ما بين الالياف الذوابه والالياف الغير ذوابه، وكمان ضافت مواد الجسم محتاجها في صوره طبيعيه. علشان تزود الحرق. ايوه. ده اللي وصلنا له دلوقتي. كويس. وبجد بحكم شغلي انا بتوجه لشركه باي ناتشرال اللي هي فعلا نزلت حاجه جديده، تطور جديد. على فكره كان من سنتين ثلاثه كنت ممكن تروح تاخد السيليوم. بس هو السيليوم لوحده مش كفايه. مش كفايه. صح. والشوفان لوحده مش كفايه. صح. لازم وصعب نعملهم في البيت يا دكتور، ما بنعرفش نوصل للجزئيه دي. وطعمهم مش كويس. انت ممكن تاخد الشوفان النهارده وتوقفه. صح. مش كل يوم هقدر. الله ينور. انما النهارده لما انزل لك حاجه طبيعيه. ايوه. من مصادر طبيعيه. واخده بالك؟ وحاجه سهل انك تاخدها وطعمها كويس. هي دي أهو المشكله. اهو بيستا معانا. بيستا اهو. بيستا بقى ببساطه جشية جدا، انا مش بعمل دعايه لدواء، انا بعمل دعايه لمكونات دواء. ايوه. حاجه احنا كلنا بنشوفها. بيستا دي عباره عن ايه؟ مجموعتين، مجموعه الالياف. ايوه. ومجموعه الالياف فيها الالياف الذوابه والالياف الغير ذوابه، اللي هو اخر تطور بقى في علاج الايه؟ السمنه. اللي هو زياده الوزن. زياده الوزن. تمام. ايوه. الالياف الذوابه اللي هي عندنا فيها الشوفان والسيليوم. ايوه. والالياف الغير ذوابه اللي هي رده القمح. وكل حاجه من الحاجات دي ليها فايده، ما تحطتش برضو اعتباطا. لا طبعا اكيد. يعني لما حضرتك لما يجي نتكلم على الالياف الذوابه، الالياف الذوابه دي والتجربه اللي تفكر التجربه اللي عملناها الاسبوع اللي فات مع بعض. لما حطينا البيستا في الكوبايه وسبناها لمده نص ساعه ونفش وعمل ماده هلاميه، ده اللي بيحصل في جسم الانسان في معدتك. انت بتشربه، بتاخده على كوبايه ميه قبل الاكل بنص ساعه. أيوة. فايه اللي بيحصل في جسمك؟ بتلاقي الماده اللي هي موجود فيها الالياف الذوابه بتنفش في معدتك، فبالتالي قللت حجم احتياجاتك من الشبع. أيوة. شويه كتير. حاسس بالشبع. عشان كده بتلعب على الشهيه والشبع، بس بتلعب بصوره ايه؟ آمنة. صورة طبيعية وآمنة. وآمنة يا دكتور، دي مهمة اللي جدا. اللي ما كانش موجود قبل كده. طبعا. تمام؟ حطينا ردة القمح. ردة القمح دي بيسموها ألياف إيه؟ غير ذوابة. كانت مشكلتنا مع مريض اللي بيعمل دايت أو نظام غذائي أو عايز يخس، إن هو بيخش مننا في دور إمساك. لأن هو كمية الأكل بتاعته قلت والسوائل قلت، فدخل مني في إمساك. لا، أنا بقول له أنا بديك ردة القمح دي ألياف غير ذوابة، فبتوصل للأمعاء بصورتها، فبتحسن من حركة الأمعاء، وبالتالي بتخليك تخش الحمام بصوره طبيعيه وصوره ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لك. يبقى انا حليت مشكله الايه؟ مشكله السمنه. وفي ناس بتبقى ممسكه بطبيعتها اصلا، فلما بتعمل دايت بتزيد سوءا. على فكره هي الناس اللي ممسكه ممكن تاخد البيست هنا كعلاج للامساك كمان. وهتلاحظوا على فكره من اول باكو بتستخدمه. طب دكتور، نقدر نقول البيستا ده مين اللي يستخدمه؟ حلو. يعني مين اللي يستخدم البيستا ده؟ البيستا من احنا بنتكلم على الماده الطبيعيه. ايوه. اي عيان النهارده بيعاني من زياده الوزن. ونرجع تاني لمؤشر الكتله البي ام اي، لما انا بجيب الطول. أيوة. بجيب الوزن على مربع طول بالمتر، لو اكتر النتيجه اللي طلعت لو اكتر من 25 ده ياخد بيستا. الرقم اللي هيطلع لي. أيوة. بجيب وزني وبقسمه على مربع طول بالمتر، لو طلع اكتر من 25 ده يستخدم البيستا. لو حتى وصل مؤشر الكتله ل 40 واللي فوق ال 40، بس اللي فوق ال 40 قد يلجا للعمليات اللي هي تغيير مسار او التكميم والحاجات دي كلها. تاني. بس برضه بياخد البيستا ليه؟ لان البيستا هنا مش هتخليه يزيد في وزنه. هيحافظ على وزنه. مظبوط. واخد بالك انت؟ يبقى هنا اكتر من 25 في مؤشر الكتله فيما فوق ده ياخد بيستا، ما عندوش اي مشكله. بشكل امن. وبما ان احنا بنتكلم عن مواد طبيعيه فبتستخدم حتى من سن 12 ل 10 سنين، ما فيش اي مشكلة بالنسبه لي. وبما ان احنا بنستخدم مواد طبيعيه فهي ما عندهاش مشكله مع مريض ضغط، مع مريض قلب، مع مريض سكر. أيوة. اللي كانت المشاكل اللي موجوده في الحاجات الثانيه. أيوة. كله بياخد. تمام. الاكل عامل ده قلبان في الاستوديو بصراحه.
انا طبعا يعني هستسمح حضرتك نطلع للتقرير بسرعه عشان كده احنا معانا تقرير اميره وهنشوفه مع حضراتكم دلوقتي حالا. نشوف اميره تجربتها ايه كانت مع بيستا. نشوف مع حضراتكم. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اميره ابو شوشه، سني 39 سنه، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن الثقيل من السمنه المفرطه، وكنت عندي بطوله وما كنتش عارفه انزل الوزن في وقت بسيط. فانا خدت بيستا وفرق معايا جامد، وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، وما كانش عندي اي مشكله بطعمه ولا اي مشكله خالص. كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطه، لان بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطه جدا ان انا كسبت بطوله الجمهوريه بفضل بيستا، وانصح اي حد عنده سمنه على طول من غير ما يفكر هي بيستا. رجعنا مرة تانية يا دكتور بعد التقرير. طبعا هو دي حاجة هايلة ان الواحد كمان يبقى يعني جسمه بيساعد على انه يحرق، لان في ناس بيبقى عندها مشكلة كمان في الحرق. بس انا شايفة انه ما شاء الله يعني الحاجة الامنة البسيطة اللي الواحد ياخدها وهو مطمن. انا بالنسبة لي انا اعمل كده، انا اخد القرار ده وبسهولة، لكن اخد قرار ان انا اخد اقراص انا مش عارفة هي ايه، دي مسألة برضو صعبة شوية. خلي بالك، خدت بالك من تقريب بتقول لها حاجه؟ بتقول لك انا كنت باخده وطعمه كمان كويس. لا، وحاجه بتقول لك كنت باكل كل حاجه. ما هو ما كانتش محرومه من حاجه يعني، هي بتاكل تاني. بس هي كم الاكل اللي قل. هو ده بيست على فكره اللي بيعمله، ان انا بقلل لك كميات مش بمنع عنك اكل. ايوه، خلي بالك، اصل ان انا امنع الاكل ده ما انا برضو بدخلك في مشاكل تانية. صحيح، خلي بالك، وكلنا بنتضايق من الموضوع ده يا دكتور بصراحه. طبعا معظم الناس يعني بنقعد فتره طويله. والممنوع مرغوب. مرغوب صحيح. خلي بالك حضرتك، انا اكبر مشكله بتواجهني مع الناس اللي بيجي لي عندي في المركز، طبعا يقول لك يا دكتور انا عايز اكل، انا عايز اكل. عشان كده انا عمري في حياتي ما منعت حد انه ياكل حاجه. وبيستا ساعدتني بقى في كده. لا، خلي بالك، انت هتاكل بس كمياتك قلت، وبالتالي لما كمياتك تقل يبقى كميه الاكل بتقل، يبقى بالتالي كميه السعرات الحراريه داخله جسمك بتقل، يبقى بالتالي انت هتخس. طب سؤال بقى يا دكتور، بعد الخسسان دايما احنا دايما حتى ايا كانت الطريقه، وطبعا كل ده بيبقى جميل وبنحس ان احنا كويسين، بس لازم يبقى في اثار علينا. لازم بحس ان مثلا تحت عيني ممكن يبقى فيها هالات، ممكن الاقي شعري بيقع، ممكن احس انا نفسي شخصيا بحاله من الهبوط والهذيان. دايما تمام. بسمعها الجمله دي على فكره من سيدات كتير. تمام. تقولي انا عندي حاله هذيان، حاسه ان انا كده مش قادره اقف، حاسه ان انا عارف ايه لو مش مرمومه بالاكل كده، عارف تمام. الاحساس ده هو تمام. ده بالظبط اللي بيتقال يا دكتور. تمام. ففي الحاله دي بقى احنا نعمل ايه او نتلاشى ده ازاي؟ ما دي برضو حاجات بتاثر. بص حضرتك، اولا انا اشكرك على هذا السؤال. وده سؤال ده طبيعي انه يحصل مع اي حد. بس احنا مش عايزينه يحصل. ايوه، احنا علشان مش عايزين يحصل. انت بما ان انت قررت انك كميه اكلك هتقل، وخلاص خدت قرار انك تنزل في وزنك، وبالتالي خدت قرارك تنزل انك هتاخد بيستا، يبقى لازم تاخد معاها مصادر للفيتامينات والمعادن. تمام. ليه؟ لما كميه الاكل اللي انت بتاخدها بتقل، كميه الفيتامينات والمعادن اللي عندك بتقل. بتقل برضه. وان كان مع بيستا الموضوع ده مش موجود قوي، احنا بتفتكر اتكلمنا في الماده اللي كانت بتاثر على المخ او او او, أو. لا، الكميه هنا بتقل جامد جدا. انت بتتكلم على مركز شبع، يعني انت ما فيش اكل بتاكله. فهنا هتلاقي المشكله دي كانت مشكله كبيره جدا. ولما جينا نتكلم على المجموعه الثانيه بشغل على انزيم اللايبيز، في فيتامينات فيها مشكله كبيره جدا، اللي هي الفيتامينات الذوبه في الدهون. أيوه. مع بيستا ده مش موجود. بس انا عايزك تعيش حياتك بصوره طبيعيه. ايوه، عشان كده بايو ناتشرال عملت ايه؟ قالت لك انا مش هكتفيك، مش هديك بيستا بس، انا كمان هديك فيتامينات ومعادن اللي انت محتاجها. كويس. اللي انت ممكن وانت بتعمل نظام غذائي او كميه اكلك بتقل، ده ممكن الكميات دي تقل عندك، الفيتامينات دي تقل. دخلت بالقلب مالتي فيت. هايل. يعني القلب. هي دلوقتي كل حد هيطلب بيستا هيبقى واخد معاه القلب مالتي فيت. القلب مالتي فيت بتاخد البيستا قبل الاكل بنص ساعه على كوبايه ميه. كويس. وبتاخد القلب مالتي فيت بعد الفطار. تمام. وده هو، خلي بالك، القلب مالتي فيت هنا في ميزه كمان. هو بيديك فيتامينات ومعادن، وكمان بتساعدك عمليه التخسيس كمان. على سبيل المثال لما جينا نتكلم على مجموعه فيتامين بي. ايوه، وخاصه بي 12. صحيح. بي 12 ده بيعمل ايه؟ بيحسن عمليه التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. يعني الكربوهيدرات اللي انت بتاخده ده هيتحرق. مظبوط. فخد بالك، نيجي نتكلم على الزنك. الزنك بيساعد في عمليات الحرق. لما نيجي نتكلم على الكبر اللي هو النحاس، بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه. والغدة الدرقية ليها دور طبعًا. في موضوع الحرق. طبعًا. الناس اللي عندها خمول في الغدة الدرقية او كسل. صحيح. يبقى هي هنا بتعمل حاجتين، بتديك فيتامينات ومعادن، وده يمكن باين القرص بتاع بيستا ايه اللي بيحصل فيه في المعدة. الحاجة الثانية
ان انا بديك فيتامينات ومعادن وتساعدك عمليه الخسسان. اه كميه الفيتامينز هي اللي في في مالتي فيتا هي يا دكتور. يعني هو قرص بس يعني قرص واحد حاجه برضو قلنا الجرعه منه برضو الفيتامينز اللي فيه ايه حاجه اتكلمنا عنها حاجه حضرتك بناخد قرص بعد الفطار واخد بالك حضرتك ده عشان يدينا طاقه كده يا دكتور ونقضي يومنا حتى كويس حتى انت لو تعرف ان هو بيتكلم ان هو مصدر للطاقه. أيوة. برضو ليه؟ أيوة. لان انت كميه الاكل اللي خدتها قلت صحيح فانت محتاج طاقه انا مش هتشحن منين صحيح. انا مش هعمل اصلا مش هعمل نظام غذائي وهنام في السرير مظبوط انا عايز اعمل نظام غذائي وانزل شغلي صح عايز اعمل نظام غذائي وامارس حياتي بصوره طبيعيه مظبوط ده اللي قلب ملتفيت بقى بتعمله ايوه بتديك مجموعه فيتامينات ومعادن الجسم محتاجها ايوه وبالتالي الطاقه اللي انت محتاجها بتاخدها اه جينا نتكلم على فيتامين سي برضو كانت مشكله بتواجهنا مع العيان اللي كميه اكله بتقل ان ممكن نسبه الحديد عنده تقل صحيح. بقول له لا انت اي نسبه حديد هتاكلها في اي اكل فيتامين سي هيزود امتصاص الحديد كويس بالاضافه بقى للكولاجين والحاجات الثانيه ان هو بيقوي المناعه ايوه تيجي نتكلم على فيتامين اي ده بيسموه حاجه انتي اوكسيدنت يعني ايه مضاد الاكسده مضاد الاكسده ده يعني ايه يعني يقيق من الاورام السرطانيه على المدى البعيد ما هي دي المشكله ايوه فبالتالي النهارده اصبح بيستا دي حاجه روتينيه واصبح قلب ملتفيت حاجه روتينيه في حياتك يعني انت مش مستني تقع في المشكله عشان تلجا للقلب ملتفيت وبالتبعية عشان ما تلجاش البيستا يعني بيستا لما على فكره احنا لما جينا حتى في مؤشر الكتله جينا نقسمه بنقول من 25 ل 30 ده عندك زياده في الوزن انت لسه ما دخلتش في دور السمنه ايوه فاهم بس خلي بالك مؤشر ان احنا ناخد بالنا يبقى لازم تخش هنا بايه بالبيستا يبقى بيستا هنا اشتغلت دورين دور وقائي ودور علاجي تمام. والقلب ملتفيت اشتغلت بدورين دور وقائي ودور علاجي هايل ده الميزه اللي موجوده النهارده في المستحضرين كويس. سواء كان بيستا او القلب ملتفيت طب ما اتكلمنا عن الكورس يا دكتور عشان اصدقائنا اللي قاعدين منتظرين ويطلبوه ازاي يعني قول لنا كده اولا هو موجود في بعض الصيدليات الكبرى ايوه سواء كان القلب ملتفيت ايوه او البيستا مظبوط وفي هنا لو حضرتك بعد لو انت محتاجه حالا هتتصل بالتليفون لما تتصل بالتليفون هيجي لك عن طريق الدليفري في خلال 24 ساعه او 48 ساعه حسب المكان اللي انت فيه أيوة. دي ارقام التليفونات الخاصة وعلى فكره الارقام التليفونات شغاله 24 ساعه تمام كويس على فكره هو النهارده لما بيجي ينزل بتنزل حاجه هي ميزتها ان انا بحللك مشكله ايوه انا حللت مشكله نقص فيتامينات وحللت مشكله زياده في الوزن وحللت مشكله ازاي المستحضر يوصلك بصوره سهله ايوه تمام في البيستا في العلبه فيها 10 في علبه فيها 30 القلب ملتفيت العلبه فيها 30 قرص اللي هم بيكفوك شهر الشهر مظبوط هايل بصراحه وله سعر كمان كويس يا دكتور لا وهم من كده انا عشان عارفه بس انا بقول لحضراتك وعلشان تبقوا عارفين بنتكلم على مستحضر مرخص وطبيعي وامن الله ينور انا بركز حبيب. على الثلاثه دول اصلهم مهمين جدا يا دكتور ما هو في دوت وقف عشان الاثار الجانبيه بتاعته مشكله مظبوط. مشكله ده كان بيوصل للانتحار لما انا النهارده بديك دواء من مستحضرات طبيعيه ايوه بديك دواء امن بديك دواء حتى الطعم بتاعه على فكره مشكله الطعم دي طبعا انت ممكن على فكره في دواء تيجي تاخده طعمه ما يا جماعه ما توقفه صحيح لا انا بديك دواء حتى طعمه كويس جدا بديك دواء انت بتحس من اول جرعه بالفرق عليك سواء كان بيستا او القلب مالتي فيت هايل طيب دكتور بالنسبه للقلب مالتي فيت كفيتامين الاطفال بقى اللي احنا قلنا دول من عمر البلوغ عادي ياخدوا من 12 سنه فيما فوق زي زي زينا زي الكبار عادي مفيش مشكله طيب امراض بقى اصحاب الامراض المزمنه يعني مثلا سكر ضغط كوليسترول على فكره هديك مثال هو مريض السكر مش الدكتور بيقول له خد فيتامين بي يكتبها له طبعا انا بديك القلب مالتي فيت فيها فيتامين يعني بي. متاح ليهم وامن ليهم وعلى فكره في بعض الانواع اللي هو التايب 2 من السكر بيبقى عندي زياده في الوزن ايوه صح خلي بالك انا بقى هديك القلب مالتي فيت وهديك البيستا حتى مريض السكر عشان تظبط وزنك بصوره امنه وبديك مصادر للفيتامينات والمعادن اللي انت محتاجها هي مشكله مريض السكر ان هو ساعات بيبقى عنده كمان مشكله في الاعصاب اللي هي نقص فيتامين بي فانا بديهولك وهو هنا وعلى فكرة ما شاء الله كله طب هقول لك على معلومه هيك من اول ما تفتح القرص بتاع القلب مالتي فيت هتشم ريحه الفيتامين بي اللي هنا ليه ريحه على فكره انا اخدته وانا على فكره انا باخده كل يوم الصبح فهتلاقي ريحه الفيتامين بي فيه ايوه مظبوط وبيبقى ليها ريحه زي الانجكشن لما بنيجي نفتحها بنشمه ريحته قويه جدا بالظبط كده مظبوط خلي بالك في نسبه فيتامين سي كويسه برضه يا دكتور يعني 500 يعني الناس اللي ما كانتش بتاخد خالص انا واحده من الناس كنتش باخده الا فرح في الشتاء لما الواحد يبقى تعبان شويه يحس انه محتاج يدعم خلي بالك انا هقول لك الاستراتيجي اللي انا استنتجتها من شركه باي ناتشر اللي هم قالوا ليش بس انا استنتجتها هم بيحاولوا يديك حاجه متكامله ايوه
ما بيديكش فيتامينات مالتي فيتامين فيها فيتامين واحد فيتامين بي، لا هو بيديك مجموعه فيتامينات. طبعا لما جه يديك البيستا ما ادكش بيستا فيها الياف بس ذوابه، لا بيديك فيها الياف ذوابه والياف غير ذوابه، بيديك كروميوم وبيديك فيتامين سي وبيديك ال كاروتين. يعني هو بيحاول يديك الحاجه اللي تاخدها حاجه متكامله. متكامله صحيح، دي هتلاحظيها. دي انا لاحظتها من اول مره يا دكتور. عشان كده هو ما هو ما هو ما عملش زنك لوحده ولا عمل الفيتامين بي لوحده، هو عمل حاجه مجموعه 13 متكامله، 13 عنصر الجسم محتاجهم حقيقي. وبعدين زي ما قلت لك هو لعب دورين، هو بيديك فيتامينات ومعادن اللي انت محتاجها عشان تبقى مصدر للطاقه، وتاني حاجه هو بيساعدك عمليه الخساسان. صحيح. وعلى فكره يا دكتور انا شايفه انه هي يعني ايه، هي معادله سهله للناس اللي بتاخد اكتر من نوع فيتامين، يعني احنا بساعات بنهمله بسبب كده. فانا لما اخد قرص واحد في كل الناس بتلبايت من احتياجاتك اليوميه من القلب مالتي فيت. ده انت نقول الكالسيوم كمان. الكالسيوم ده مهم ونسبته كويسه، مش بيأثر على لونج ران. انا ما بيترسبش النسبه المفروض اللي انت تاخدها. وخلي بالك زي ما اتفقنا ان نقص الفيتامينات والمعادن دي حاجه تراكميه. تراكميه. تمام. يعني الناس اللي المفروض تشرب 3 كوبايات لبن بقول له خد ايرب مالتي فيت هتعمل لك شغل كويس. والله يا دكتور انا بشكر حضرتك جدا دكتور علاء، بجد حضرتك يعني بتشرفتني ونورتني. الكلام مع حضرتك في كل حلقه وفي كل فقره موجود معايا فيها بنستكمل بيها حديث عن حاجات اكتر لاصدقائنا اللي بيبقوا بيسالوا اسئله. الحلقه الجايه بقى هنتكلم على مقاومه الانسولين وعلاقاتها بيستا، والناس بقى اللي بتعمل انظمه غذائيه وما بتخسش. ايوه، علشان كثير من اصدقائنا بعت لنا بقى اسئله في الموضوع بس ده. بس كل ده بعد ايه؟ ايوه بعد ما اكل الاكل بتاعي اكيد. خلاص اتفقنا يا دكتور. حضرتك تؤمر والله شرفتنا ونورتنا. اسمحوا لي اشكر ضيف الشوال، شرفني ونورني النهارده دكتور علاء الدين احمد، طبعا اخصائي التغذيه العلاجيه. شرفتني ونورتني. شكرا. وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، واتمنى نكون يعني كنا خفاف على حضراتكم، ضيوف خفاف عليكم. واي اسئله حضراتكم عاوزينها ابعتوها لنا سواء من خلال صفحه الشركه باي ناتشرال او من خلال صفحه شخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي. وفي نهايه الحلقه اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده و سلام عليكم.